أنه لا يوجد تفريق بين المطلوب سبب الطلب، أنه مطلوب على قضية مالية، مطلوب على قضية جزائية، مطلوب كشاهد، مطلوب وهكذا. هذه في الحقيقة تثير إشكاليات، ومن شأنها أن تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة. المطلوب على شهادة أو المطلوب على قضايا مالية يجب أن يلقى نوعا ما معاملة أو تدبير إجرائي أو تدبير قضائي حساس لمثل هذا النوع من الطلبات، لأنه غير مطلوب على جرم، وبالتالي لا يستدعي التوقيف أو التوقيف المباشر في هذا الصدد إذا ما قدم ضمانات أو بدائل أو كفالات أو غيرها. ويجب أن تبقى مسألة الكفالة متاحة على الطلبات الخاصة بالقضايا المالية، لأنه لا حد هذه اللحظة مسألة التنفيذ أو الحبس على القضايا المدنية محل جدال، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن لا يكون عليها حبس في هذا الصدد. الجانب الآخر في هذا الموضوع مسألة التبليغات الغيابية. لا يعقل بكل مصداقية أنه يصدر عليه حكم غيابي مبلغ بالصحف أو مبلغ بالنشر أو مبلغ في الإلصاق وبدون علم، وأنت ذاهب خلال الدخول من معابر المداخل البرية أو الجوية ويتم إلقاء القبض عليك، وإذا صادف إلقاء القبض على الشخص نهاية يوم خميس بيبقى موقوف ليوم الأحد. فبالتالي بحاجة إلى وضع تدبير إجرائي أو قضائي في هذا الإطار حتى ما يتم توقيف الشخص أكثر من 24 ساعة في هذا الإطار، وبالتالي ننتهك حقه ويصبح هناك توقيف تعسفي في هذا الصدد. الجانب الآخر زي ما حكينا على صعيد البناء التنظيمي لإدارة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، نحتاج في الحقيقة إلى تدريب مكثف، برامج تدريبية حساسة لضمانات المحاكمة العادلة. نحتاج إلى تبني دليل إجراءات قياسية للإجراءات اللي ممكن يقوموا فيها الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، لأن هذه دائرة مهمة بشكل كبير جدا، وهي ذات طابع مختلط تنظيمي مع الأمن العام وتماس مباشر مع المواطنين.